بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الحج في القرآن. الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات إلى هذه الحلقة العاشرة من برنامجكم الحج في القرآن، الذي نستعرض وإياكم فيه آيات الحج في القرآن ونبين أحكامها وما اشتملت عليه. يتولى ذلك ضيف البرنامج ومضيفه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب في مطلع هذه الحلقة. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. مراد بحرمات الله الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى وجعلها ما مشاعر لعبادته، فهي من حرماته. حرم الله الإساءة إليها أو تهاون بها، مشاعر الحج ومناسك الحج، فالمسلم يعظمها لأن الله عظمها. من يعظم حرمات الله، ويشمل كل ما حرمه الله من الأحكام، يجتنبها، يجتنب المحرمات ويعظمها خوفا من الله سبحانه وتعالى ولا يتساهل فيها، فهو خير له عند ربه. تعظيم حرمات الله خير لهذا العبد عند ربه، يجد ثوابه عند الله عز وجل. ثم قال: وأحلت لكم الأنعام. أحلت لكم الأنعام، في الآية الأخرى أحلت لكم بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، فهذه هي بهيمة الأنعام التي يكون منها الهدي، يكون منها الأضاحي، يكون منها العقيقة، يكون منها الصدقات والإحسان إلى الناس. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، الذي ذكره الله في قوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، يعني على للأصنام. فهذه من بهيمة الأنعام، كلها أنواع محرمة، ما عداها فهو حلال إلا ما يتنى عليكم. فاجتنبوا الرجس، يعني النجاسة، النجاسة الحسية بالبول والغائط وسائر النجاسات، والنجاسة المعنوية وهي أعظم، وهي نجاسة الشرك. ولهذا قال: الرجس من الأوثان. فالأوثان رجس لأن فيه شرك، والشرك هو أعظم أنواع النجاسات والعياذ بالله. إنما المشركون نجس لا يقربوا المسجد الحرام، نجاسة معنوية. اجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور وهو الباطل، سواء في اليمين، في الشهادة، في الكلام الباطل، في اللغو واللهو وغير ذلك، كل هذا من الكلام المحرم. اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ثم قال: حنفاء لله. والحنفاء لله هم المخلصون العبادة لله عز وجل، المقبلون عليها، المعرضون عما سواه. والحنيفية هي ملة إبراهيم، حنيفا مسلما وما كان من المشركين. حنفاء لله غير مشركين به، لأن الشرك يبطل العبادة. ولو أن الإنسان عبد الله عبادة كثيرة ولكنه أدخل عليها الشرك فإنها تبطل. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. حنفاء لله غير مشركين به. ثم ضرب الله مثلا للمشرك
الذي أشرك بالله بعدما كان موحدا. من يشرك بالله فكأنما خر يعني سقط من السماء يعني من الجو المرتفع سقط، لأن التوحيد علو وارتفاع، فإذا أشرك سقط من هذا الارتفاع وهذا العلو، فتتعرض له الطير الجوارح التي تأكل لحمه وتنوشه في أثناء الجو وتقطعه، وإن سلم منها تهوي به الريح في مكان سحيق بعيد، وهذا هو الهوى والعياذ بالله. والشر يبعده عن طاعة الله بعدا عظيما في مكان سحيق. ثم قال ذلك ومن يعظم شعائر الله، شعائر الله في بهيمة الأنعام التي يقدمها في الهدي والأضاحي ويختار أحسنها وأطيبها وأوفرها لحما ويخلص العبادة فيها لله، من يعظم شعائر الله فإن تعظيم الله تعظيم شعائره من تقوى القلوب، من تقوى القلوب، يدل على تقوى القلوب وصفائها لله عز وجل وإخلاصها لله. فإذا تصدق الإنسان من طيب ماله ومن أحسن ماله ومن بهيمة الأنعام أحسنها وتقرب بها إلى الله، هذا دليل على تقوى، على التقوى التي في قلبه، تقوى الله سبحانه وتعالى في قلبه. ثم قال لكم فيها منافع، لكم في بهيمة الأنعام منافع من الركوب والحلب واللحوم وغير ذلك. ثم قال محلها، وهذا في الهدي، محلها إلى البيت العتيق، يعني الهدي لا يذبح إلا في الحرم ولا يحل ذبحه خارج الحرم سواء كان تطوعا أو واجبا، محل ذبحه هو الحرم المكي حول الكعبة. نعم، أحسن الله إليكم. لنا بعد أن تفضلتم بهذا البيان الشامل حول هذه الآيات العظيمة التي اشتملت على كثير من المعاني والوصايا العظام، هل لنا أن نقرب للحجاج وغير الحجاج كيف يعظمون حرمات الله على النحو الأكمل والأتم؟ يجتنبونها ولا لا يقربون منها، يتجنبون حتى الوسائل التي تهضي إليها، هذا من تعظيم حرمات الله. نعم، أحسن الله إليكم. كذلك جاء في قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، شعائر الله بمجموعها، شعائر الله المراد بها هنا والله أعلم الهدي والأضاحي. نعم، أحسن الله إليكم. عبدنا جعلناها لكم من شعائر الله وهي التي تهدى. نعم، لكن في ذات السياق أحسن الله إليكم إن أذنتم، وهو يعني في غير هذه الآية على وجه التحديد، تعظيم شعائر الله بمعناه العام بمفهومه العام، أن نقربه للحاج ولغيره حول تعظيم هذا الدين وأوامره ونواهيه، تعظيم ما أمر الله به يشمل هذا. نعم، يشمل هذا. هل لعلكم من توجيه عام حول هذا المفهوم؟ الشعيرة معناها العلامة، علامات العبادة، الله جعل العبادة مواضع تؤدى فيها، مثل الحج يؤدى في مكة حول الكعبة وفي المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى، هذه مشاعر، رمي الجمار. نعم، أحسن الله إليكم. هل من المشروع ومن الشعائر، من الشعائر كثيرة، منها الصلوات الخمس سنتم، ومنها صيام رمضان، ومنها أداء الزكاة، ومنها يعني سائر العبادات فرضها ونفلها، كلها من شعائر الله سبحانه وتعالى، أي من أعلام دينه. نعم، أحسن الله إليكم. هل هو مشروع للحجاج ولغير الحجاج أن يدفعوا بالهدي وبالدم ليذبح في الحرم تعظيما في غير مواسم الحج؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي من المدينة إلى مكة ليذبح فيها، وهو مقيم بالمدينة كان يبعث الهدي ليذبح في مكة وهو بالمدينة. نعم، أحسن الله إليكم. التوجيه العام الذي تختمون به هذه الحلقة
حول هذا المعنى الذي جاءت عليه الآيات. توجيه العام أن المسلم يمتثل ما جاء في هذه الآيات تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ورغبة فيما عنده، ويتجنب المحرمات تعظيما لشعائر الله، يتجنب المحرمات ويتجنب أسبابها المؤدية إليها. الله جل وعلا يقول ولا تقربوا الزنا، يعني ما قال لا تزنوا فقط، قال لا تقربوا، يعني اتركوا الوسائل التي تفضي إلى الزنا. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لا تقربوها. فالمحرمات يقول الله لا تقربوها، والواجبات يقول لا تعتدوها، لا تعتدوا شعائر الله. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وشكر الله لكم في ختام هذه الحلقة من مشاركتنا في هذا البرنامج. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على متابعة هذه الحلقة من برنامجكم الحج في القرآن، الذي تفضل بتفسير الآيات فيه ضيف البرنامج معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فشكر الله لمعاليه هذا البيان. ونستأنف إن شاء الله تعالى وإياكم في الحلقات القادمة ما بقي من آيات الحج في القرآن. هذا يزيد الهريش، أترككم في رعاية الله وحفظه.